الحقيقه المكسب في مباراه امبارح بهذه النتيجه الكبيره 6-1 يعني ليه اكتر من اهميه وليه اكتر من وجه مختلف من اوجه ان احنا كلنا مبسوطين باللي حصل في مباراه الامس. من ضمن الفوائد دي فكره ان احنا دلوقتي بنستعد للمسابقه المحليه مسابقه الدوري، وان شاء الله طبعا زي ما اكيد كل حضراتكم عارفين اول مبارياتنا هتكون مع درويش مصر النادي الاسماعيلي في مباراه هامه جدا يوم 27 من اكتوبر، وطبعا لقاء مهم وضربه بدايه قويه للفرقتين، واللي طبعا هيكون ليها عندنا حسابات اخرى لاننا زي ما حضراتكم برضو عارفين فقدنا اللقب المحلي السنه اللي فاتت، والجماهير عدتها عشان في المقابل كان في مكسب لبطولتين من اهم البطولات الافريقيه. لكن طبعا السنه دي يعني ما نقدرش نقول بقى ان احنا يعني ايه العادي بتاع الاهلاويه والعادي بتاع مشجعي النادي الاهلي، احنا عايزين نكسب كل البطولات اللي هنشارك فيها وخصوصا الدوري العام. ليه؟ لان ده اللقب المحبب لكل الاهلاويه عبر كل الازمنه. احنا كل الالقاب طبعا عندنا اكيد محببه بدليل اننا اصحاب الارقام القياسيه محليا وقاريا، لكن نرجع ونقول لا الدوري ليه طعم تاني خالص.